بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر تقدم وزير الداخلية لواء محمود توفيق وقيادات الشرطة بالتهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخليه على راس وفد من قيادات وزاره الداخليه لتقديم التهنئه للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بالذكرى التاسعه والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيده واكد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ان نصر اكتوبر العظيم سيبقى دوما ملحمه فريده في تاريخ العسكريه المصريه وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحه الذين استطاعوا أن يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير من جانبه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القوات المسلحه والشرطه هما درعا هذه الامه وعيونهما الساهره على امنها وسيظلان معا في طليعه الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويذودان عن مقدساته واستقراره ضاربين اروع الامثله في التضحيه بالغالي والنفيس من اجل الحفاظ على امن الوطن واستكمال مسيره التنميه. التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات. وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية حضر اللقاء عدد من كبار قاده القوات المسلحه وقيادات وزاره الداخليه